خطوة نحو بناء صحيح للمؤسسة العسكرية توجت اليوم بتخريج دفعة من آمري الكتائب في مدينة بنغازي بمدرسة المشاة والمدرعات. اليوم نلتقي في هذا المكان لتخريج دورة من 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 دورات المتسارية والمتابعة في المدرسة، ودورتنا التي قمنا بتخريجها هذا اليوم هي دورة آمري كتائب دبابات. وبهذه الدورات في كل المستويات الدبابات والسرايا والرعايل نقوم برفع مستوى قواتنا المسلحة ونزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها بكل يسر وسهولة. وبعد إكمالهم للتدريب سيلتحقون بصفوف وحدات الجيش الوطني للرفع من كفاءته وتسهيل مهمته في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وهؤلاء الضباط سيلتحقون بوحداتهم لقيادة مرؤوسيهم نحو بناء جيش قوي وتحرير البلاد من الإرهاب والإرهابيين. خطوة تأتي في إطار إعادة بناء الجيش الوطني وضخ دماء جديدة من الشباب لتقود المرحلة المقبلة من بناء القوات المسلحة وتعزيز صفوف الجيش.